باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحكي لكم النهاردة حكاية جديدة حكاها لنا ربنا يسوع. كان في مرة ربنا يسوع بيوعظ، وكانوا واقفين حواليه ناس وحشين بيعملوا حاجات وحش، إنما ربنا يسوع بيحب كل الناس. وكان في شوية كده من الناس اليهود اللي ما بيحبوش الناس دول، فكانوا متغاظين إزاي ربنا يسوع يسيب ناس وحشين يسمعوه ويقفوا جنبه. وكانوا متغاظين لدرجة ناس منهم بقت تمشي وتبعد وتقول لما ربنا يسوع يبعد عن الناس دول نبقى نمشي معاه. فربنا يسوع قال لهم طب أنا هحكي لكم حكاية. كان في مرة راعي، عارفين مين الراعي يا أولاد؟ هو ربنا يسوع. والراعي ده بيبقى عنده الخرفان دول يحطهم في مكان يناموا فيه اسمه الحظيرة، وينام هو على الباب عشان يحرسهم، عشان لما يجي ديب أو ثعلب يلاقي الراعي نايم على الباب يخاف يدخل. لو دخل الراعي ماسك عصاية ناشفة مش هيسيب الديب يدخل أبدا. فكل لما الديب الوحش يجي يدخل عشان ياخد خروف من دول يلاقي الراعي يخاف ويجري. والراعي ما بيسيبش الخرفان أبدا، منين ما يكونوا موجودين هو موجود معاهم. وكان يصحى الصبح الراعي ده يمشي ويقعد يقول تراتيل حلوة وهم فرحانين بالتراتيل بتاعته، ويخبط بالعصاية في الأرض، هم سامعين صوت العصاية وباصين على العصاية وماشيين ورا العصاية. وكانوا يقولوا لبعض احنا عندنا أحلى راعي، أطيب راعي، الراعي بتاعنا بيحبنا بيخاف علينا، يجيب لنا أكل حلو من الأخضر اللي في الأرض، بيودينا حتت حلوة نشرب فيها مية جميلة، وبيفسحنا وبيطبطب علينا. وواحد يقول كمان لما مرة جه ديب كده يجري ورانا هو مسك العصاية وجري وراه خلاه يجري ويخاف، وهو دايما ما ينامش غير لما يطمن علينا كلنا. كان في خروف صغير بقى في القطيع ده، القطيع اللي هم المجموعة بتاعت الخرفان اللي مع الراعي. الخروف ده قال انا زهقان بقى، كل يوم انام في الحظيرة دي، كل يوم امشي المشوار ده، كل يوم اروح لنفس الحتة اللي يشربوا منها المية، انا ليه ما امشيش لوحدي؟ انا ممكن اروح لوحدي واتفسح واجري، ويمكن اشوف خرفان تانية العب معاهم غير الخرفان دول، انا هنا زي اللي محبوس. وقعد يفكر كده، لما قال كده الخروف الكبير قال له ازاي تقول كده، ده احنا هنا مبسوطين وهنا الراعي بتاعنا بيحمينا، وبعدين احنا لو مشينا لوحدنا ممكن نتوه لان احنا ما نعرفش السك، هو الكبير هو اللي عارف السكة وهو اللي بيمشي قدامنا وهو اللي بيقول التراتيل الحلوة، ولو بعدنا عنه هنتوه. الخروف الصغير ما كانش عاجبه الكلام. وفي يوم من الأيام كان الراعي ماشي والخرفان كلها وراه، وبعدين الخروف الصغير ده لقى شجرة بعيدة كده شكلها حلو، قال أنا هروح عند الشجرة دي وانام شوية، ومرضاش يقول الكلام ده لحد، ده قاله في سر، وهي فضل لآخر الطابور وبعدين جري راح ناحية الشجرة البعيدة دي ونام. الخروف الصغير لما عجبته الشجرة ساب القطيع كله وابتدى يتسحب كده ويجري، استخبى ورا الشجرة، قال ايه بيستخبى من الراعي. وبعدين لما الراعي مشي 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 وكل الخرفان مشيت وراه، هو نام بقى تحت الشجرة ومبسوط وقعد يتدلع كده وفرحان ونعس. صحي بعد شوية لقى الشمس قربت تمشي، ولقى مفيش خرفان حواليه، ولقى الراعي مش جنبه، وبعدين خاف، قال طب أنا همشي أنهي سكة دلوقتي؟ هروح أدور عليهم راحوا فين، ولا هدور على الحظيرة؟ بعدين أنا مش عارف هم راحوا فين، ولا عارف حتى أروح الحظيرة. في الوقت ده الراعي خد الخرفان وهو اداهم حتة جميلة، وقعدوا يلعبوا ويفرحوا وياكلوا ويشربوا، ورجع بيهم وإيه دخلهم الحظيرة. وهو بيدخلهم كان بيعدهم، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، طلعوا كام واحد؟ طلعوا 99. وبعدين قفل الحظيرة كده وقال لا مش معقول دول 100، ازاي؟ في واحد ناقص، هعد تاني، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، طلعوا 99. الله في واحد ناقص راح فين؟ هعد كمان مرة، واحد اتنين تلاتة أربعة
برضو 99. طب مين ناقص؟ قاعد يبص بعينيه كويس كويس كده، قال الله ده أصغر خروف مش موجود، راح فين؟ بسرعة قفل الحظيرة عليهم وقال لهم اقعدوا صلوا كلكم عشان الخروف ده ما يحصلوش حاجة وحشة. وطلع بالعصاية بتاعته يجري 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 يدور طول السكة يا ترى الخروف ده راح فين. وهو بيجري بقى يبص في يمين ويبص شمال، وهو بيجري الناس سألته انت بتجري ليه؟ قال لهم صلوا صلوا جامد لحسن عندي خروف ضايع مني، خروفي الضال انا خايف عليكم حصل له حاجة. قالوا له طب روح ربنا معاك واحنا هنصلي لك. كل حبايبه وصحابه قعدوا يصلوا، يبص ورا الشجرة دي مفيش، يبص ورا الصخرة دي مفيش، اصل الخروف الضال فضل يمشي وهو فاكر انه ماشي صح وهو ماشي غلط، وكل شوية يبعد اكتر يبعد اكتر يبعد اكتر، والدنيا تظلم اكتر تظلم اكتر، والخوف يزيد اكتر واكتر، وهو مش عارف رايح فين. فضل الراعي طول السكة ويعرق وتعبان وبينهج، انما مش قادر يسكت ابدا مش قادر يبطل يجري. وفين وهو بيجري كده سمع صوت بيقول ماء، عارف ان الصوت ده صوت الخروف بتاعه، فجري بسرعة لقى الخروف في حتة كده مش عارف يطلع منها، على صخرة كده مزنوق فيها ومش عارف يطلع رجله منها وحالته حال. فهو فرح بيه قوي وطلع رجله بالراحة كده عشان ما يتعورش وخده في حضنه، والخروف قاعد يعيط، والخروف كان مكسوف عاوز يقول له أنا عملت حاجة وحشة قوي، أنا مش هعمل كده تاني، أنا كنت خايف خالص، أنا كنت سامع صوت الديب من بعيد كنت مرعوب كان ممكن ياكلني، هوعدك مش هعمل كده تاني. والراعي طبطب عليه طبطب عليه يقول له أنا فرحان إني لقيتك، كويس قوي إن أنا لقيتك، الحمد لله إن أنا لحقتك. وبقى فرحان وراجع يرتل طول السكة ومش راضي ينزله من ايده أبدا، عشان هو كمان الخروف كان تعبان مشي كتير، فخده على كتفه كده وطول السكة يطبطب عليه ويقول له مبسوط يا خروف، يقول له مبسوط خالص، ده أنا كنت خايف قوي، كنت خايف كمان تزعل مني قوي، قال له أنا زعلت بس زعلت عليك، كنت خايف تروح مني. وبعدين أول ما دخل البلد كل أصحابه طلعوا يقولوا له لقيته لقيته، مبروك مبروك، اوعى تعمل كده تاني يا خروف يا شقي. وكل الناس طلعت فرحانة بتسقف للراعي عشان عرف يلاقي الخروف. وأول ما دخل الحظيرة كل الخرفان قالت هي الخروف رجع، وبقوا فرحانين قوي ويجوا كده في رجلين الراعي يبوسوا رجليه هما فرحانين عشان رجع ليهم أخوهم تاني. والخروف ده قعد قال له يا رب أنا عمري ما هعمل كده تاني، أصل ربنا بيعمل معانا زي ما الراعي ده بيعمل مع الخروف، لما الواحد فينا بيمشي غلط وبيبعد عن ربنا وبيبعد عن الكنيسة والناس الحلوة اللي فيها، ربنا يفضل يجري وراه ويدور عليه في كل حتة مهما بعد عشان يرجعه مهما حصل. ولما يرجعه بيبقى فرحان قوي ربنا، وطبعا اللي بيرجع كمان بيبقى فرحان قوي، ومش بس ربنا فرحان واللي بعد كمان فرحان، ده الكنيسة كلها فرحانة والسماء كلها فرحانة. عشان كده مش عاوزين نبعد ابدا عن الكنيسة، ولو بعدنا لازم نرجع جاري ونستنى ربنا ايه ياخدنا في حضنه، لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين.